اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله صلاحي. النهارده هنتكلم عن الفرق بين كلمه afraid and frightened. الاثنين ليهم نفس المعنى تقريبا ومعناهم خايف، لكن استخدامهم مختلف. فكلمه afraid is more common in the informal language، بتستخدم اكتر في اللغه الشائعه. فنقول مثلا don't be afraid مش don't frightened. نقول كمان are you afraid of the dark مش are you frightened of the dark. يعني كلمه afraid كمان بتيجي بمعنى sorry. فنقول مثلا I'm afraid that I can't help، انا خايف ان انا مش هقدر اساعدك. أخيرا عندنا كلمة afraid is not used before nouns، يعني ما بتستخدمش قبل الأسماء. نقول مثلا Jones a frightened man مش Jones an afraid man. انتظرونا في حلقة جديدة من سلسلة صلاحي، تقدروا تعرفوا آخر عروضنا عن طريق الاتصال على الأرقام التالية. Thank you.